غلطت عند غلطت حيت موقف كما لا لا اللي ما فاش تدات وغلطت حيت خليتك تمشي من الدار وغلطت في كل شيء هادشي عارف انني غلطت غلطت بغيتك دابا غير تسامحي ليا غير تسامحي ليا اللي جيت اللي بغيت ما غاديش نرجع لك عمر ما بقيتش بغيت نكون مونيكا بين يديك هو لا لقيت شي واحد يهز القضيه في بلاصه شحال قلتي لي الحبس ما تفوتش عامي انا ندوزو بلاصه علاش جميلة شنو دارت مسكينة باش تدخل الحبس على قبل السمية ديال عائلتك باسمها بالباتول حتى جميلة غادي نخرجوها كوني هانية غير شوية الوقت أنا درت هادشي على قبل ماماك وعلى قبلك أنت مكنتش كنقدر نشوف فيه ولا بعمي هاد دري صغير دري صغير وماشي راجل أنا ما ولدتش الرجال بغيت نشوفكم مرة واحدة راجل في حياتك مرة واحدة راجل وبزز منك وما تستهلينيش نكون ولدك يلا برا برا سالو بو ماما الا بغيتي انا نقنع باباك باش يجوزكم ولكن انت غتكلفي بعدي بصح خالتي غادي يكون احسن نهار في حياتي هو نكون مع مهدي بيه انا شكون بحالي خارج ويدي فيدي والحبيب ديالي قلبي وهدتو لي هنا طيح تلا عمر ديالي زين منو الخلاق من وانا ما نبرأ زين ناري عشق وقال وقلبو حجر اش كتخلطي وجلطي وجهك كيتكال لا هذا ماسك ديال الوجه اباز دو فيك دو بارباري كيجبد الوجه وكيعطي واحد لمعان بحال الدراري الصغار والله يعطينا وجهك وباغا تطلي هادشي لا ماشي ليا لا للباتول هادشي اللي بقى لها بان لك بودي عقلويتك بدات تسط هاودي خدي داك الجمر راقد كل نهار حاجه جديده ولو كيوقعوا شي حوايج ما مفهومين عرفتي ناسي مسكينه الصباح مشات عند المهدي وقالت ليه كنبغيك هذيك الدريويشه ديال الدار باغي نخرجوا عليها تاني ماشي غير دريويشه وصافي دريويشه ونيه وغدا مزيان في قرايتها ولكن صدمها هاد الصباح ما جاوبهاش ما قدرش يقول لها ما كنبغيكش وداك ما يسا والله يهديه هو قلبو بيض وضعيف ولكن ما زاكيش لا تزوج بها غادي يخرج عليها وهادشي اللي سي عمر ما غيبغيش ليهم وهو براسو ما باغيهاش ماشي بحال هي مسكينه من صغرها كتبغيه وعزيز عليها بزاف ايوا كانت فاهمه هادشي من صغرها من صغرها انه ما يصلحش ليها وهاكي اسويق ما فيها لما لاحظتيش هادشي الحب الحب اش هي ما حدا بنتي ليا ما كتنادي ما كتبغي شي واحد تاتي انا كنحماق عليه انا عارفك حلو ديالي كتبغيني وكتموتي عليا ماشي انت كنهضر على الخص الخص دنجال لا شويه قصح حضرتي بصراحه عادي ما عرفتهاش حيت الاغلبيه ديال الوقت ما كنكملش الميسيون
ايوا صافي هادي هي المناسبه باش تولي عيت على لاله بتول حيت كتكثر على راسك تايا من حقها تختار ما غاديش تشد بزز قدرش نفرط فيها كتشوف فيها مريم مريم ماتت ما غاديش ترجع انت باغي ترجعها بزز كتفرض على راسك وعلى هند شي حاجه اللي ماتت عمر هداكشي اللي عشتي مع مريم تسالى ما بقاش وما غاديش يرجع غير بالشبه اللي بيناتهم جوج ما فهمتيش فهمتي والو البتو داكشي اللي بيني وبين هند داكشي اللي كنحس بيه مع هند كبر مني كبر حتى من مريم كبر من كل شيء كبر من هادشي اللي عشت واد 15 عام كاع غيزون دو بلوس باش خليها تمشي فحالها تي تونطون او موا مكتشوفش راسك كيفاش وليتي مهزوز ضعيف لقيت راسي البتول وحنا ما بقيناش كنعرفوك لا انا لا بناتك لا حتى شي واحد ما بقى كيعرفك تبدلتي بزاف المهم لقيت راسي ما كيهمش ما اختاريتش نكون معطاوي ما اختاريتش يموت خويا ما اختاريتش نتحمل هاد المسؤوليه كامله ما اختاريتش نصوب العائله ما اختاريتش ندير داكشي اللي داروا جدادنا ما اختاريتش حتى نتزوج بيك لقيت راسي تفضل أستاذ لالا حليمة على سلامتك بسم الله السلام عليكم أستاذ عمر الحمد لله على سلامتك لالا حليمة الله يسلمك أودي أستاذ عمر الله يخلف عليك والله يكثر خيرك والله يخلف على الأستاذ هو الصراحة الفضل كله كيرجع أستاذ عمر ما خلى ما دار على قبلك باش تخرج الحمد لله على هلي أختك أودي أستاذ عمر هكين لاباس عليها الحمد لله لاباس عليها ما في خبارهاش غادي تخرج اليوم بغينا نديروا عليها مفاجأة شكرا أودي أستاذ عمر لهلا يخدك الله يكبر بك بقيت مشطونة عليها هادشي ماشي تلك لالا حليمة غيكون شي ولد الحرام اللي يحفظ لك هاد الحفاظة هادي والحمد لله أودي أدريس الحمد لله ربي ونشكره خليفة على الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله أدريس سير نوصلوا أنوار ونمشيو بابا راه عليا الخدمه كامله مابقيتش قادره نحك راسي مي بون صافي بليزير ما كاينش اللي كيدير المشاكل الخدمه غاده مزيان عندك صحه حبيبه حتى انا كتجيني خدمه غادي احسن من الاول تبارك الله عليكم برافو منيتكم زعما لا فابريك ديال المعطوي كانت كتستناكم تجيو نتوما باش الخدمه تولي احسن سي ماشينا موتور والموتور ملي كيشد الريتم سي بون حنا عارفين سمي ماشينا موتور البترول ولكن بقى شكون اللي غادي يحرك هذا الموتور ياك شيري اتفق معايا سوبر لو بلوز امبورطون تهنينا من ديك الشيطه ديال الشيخه وبنتها ايوا لاله راه الشيخه خرجت لكم من الحبس كيفاش خرجت من الحبس خرجت هي خرجت حميد مالك ترى هذا حميد شنو كاين تخرج ولا تجلس لو بلوز امبورطون الشغل كاين ما بين يدينا وما غادي يدخل فيه حتى شي واحد وي ولكن دي ترومب تو خاكك وما تثقيش في راسك بزاف خرجت صافي غترجع اون فورس وغتبغي تخا اي جو بونس كو سي با بيان بور الخدمه ديالك واش عرفات شكون حيت كتقول شي حد اللي حط لها داكشي كتقول تبغى حيطو الطناير ديالها باش تخرج راسها مي واخا هكا كومبيس با لا كارت خليكم فايقين
تعطيوها طرو دامبورطونس على والو. انا بعد هذيك السيده ما بقاتش كتخلعني. لا 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 خصنا نردوا البال. عنده الحق، مزيان تردوا البال، حيت سي سيغ دابا غادي يبغيو يطلعوا النيفو ديال اللعبه. خصنا نكونوا واجدين. بون خذوا الاحتياطات ديالكم، كنتو اليوم مخلوعين، مشي نشوف خدمتي. بون كوراج. مالك واش تفرشنا؟ الا بقيتي بحال هكا غتفرش بوحدك. ما تنساش راسك راه انت اللي داير كلشي، حتى سليمه غتعيق بك. حميد تبت شويه ترجل. بلوس شنو غتصور من عندك؟ شوفو بعيد ياك. بعيد حميد. و جيسبيغ. كيفاش جيسبيغ؟ بعيد على البيت والبعيد. اتونسيون دري صبط واحد الدقيقة، بغيت نهضر مع لالة حليمة. واخا سيو. هند بغات تطلق مني. وعلاش شستي عمر ياك والبس؟ كتلومني حيت ما وقفتش معاها، وانت كتشوفي لالة حليمة كلشي على عينيك. سيدي عمر ما تديش عليها، راك عارفه بقدر هي صغيره ما كتعرف لاش تقول ولا اش دير. ما تهش في خاطرك سيدي عمر، خليها لي انا عارفه شنو غندير. بارك الله فيك. والله يكبر بك مره اخرى كي كبرتي بيا. الحمد لله على سلامتك. ربي يخليك العزيز، الله يكبر بك. السلام عليكم. فاش قلت لكم خليو بابا يفرتو كلشي ما سمعتوش ليا. راه قلت لك توا غيزون يا سليمه. شنو بغيتي نرجع سينتا لور كندير لها؟ شنو لا سوليسيون في نظرك؟ ما عرفتش شي ما عمر ما غادي يسالي. غادي ناخدو حقنا انا ولدي ونمشيو بحالنا وصافي. راني طلبت طلاق من باباك. تو سالباتو من نهار تجوجتي باباك كنتسنى غير وقتاش تطلقي منو تخوي الدار نتي ولدك. ولكن اليوم لي كونديسيون شانجي، وانا كنقولها لك محتاجينك تبقي معنا. سي با المومون دو كيتي. ما بقيتش باغا ننزل لا للنيفو ديال الشيخه ولا ديال بنتها. سي با دون تون انتيغي الباتول. انتي كاع مشيتي شنو غادي تربحي؟ غاتبقي خاسره كلشي. هي بيان سور واش غادي تسمعك مشيتي غادي ترجع كتجري لبابا. تي كخ كو انا بغيت هادشي يوقع؟ بيان سور كو نو. ايوا كالم لو جو وخليك حاضره. خصنا نبقاو مع بعضياتنا اللي بغينا نطيروها علينا. نو ديك خيتي مشي ديال هادشي. هيدت
امي. الله على سلامتك امي، توحشتك بنيتي. الله واش حيت وحش دويرتي. على سلامتك امي، كون ما خرجتيش كنت غادي نتسطى. الحمد لله بنيتي، الحمد لله. انت مزيان؟ اللهم لك الحمد، الحمد لله والشكر لله. باش على بنيتي مغفرة الذنوب، اللهم لك الحمد. فهادي عرفتك فحلة وبنت فحلة، كان بغيك. شتي ملي درتي ليه العصا في الرويضة وقلتي ليه طلقني، تما عرفت راسي ما نخافش عليك بنيتي. انا ما من وصلت فيا العظم قلت ليه طلقني. صافي بنيتي، دابا انا رجعت لمحالي، عرفت شكون كان لينا حيله وسباب. هذيك الباتول صافي اللعب ديالها وليت كنعرف ليه. دابا بنيتي سير رجعي لدويرتك. لا ما غاديش نرجع لك الدار، عمر ما بقى بيني وبينه والو. طلبت ليه الطلاق بصح. اويلي يا انت على طلب، علاش بنيتي طلبتي الطلاق بصح؟ ياه امي راه هضرنا في هذا الموضوع مع مره، ما جوش عمر ما كيبغينيش، كيبغي فيا مرتو مريم. ها بنيتي دابا يولي يبغيك، دابا يولي يبغيك بنيتي الطلاق. لا لاش الطلاق، ضحكي فيك عباد الله. لا امي صافي، بغيت نطلق منه غنطلق منه. هنا دا مالك، اش بدلك؟ ها كاينه شي حاجه؟ ما بيا والو. لا بيك شي حاجه مخبيها عليا، اش كاين؟ علاش باغا تطلقي؟ اش كاين؟ ماي انا ما كنبغيش عمر. اش ما كتق؟ لا 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 لا، كاينه شي حاجه اخرى. والله ما نتفاهم معاك حتى تقولي لي هاد الشيء. انا مع عمر ما كنبغيش. لا لا، انت عندك شي حاجه مخبيه عليا وغادي نعرفها. اش كاين؟ ما كاين والو امي، انا عمر ما كيبغينيش، عمره ما بغاني كيشوف فيا غير التصويره ديال مرتو مريم. انا والله ما نفاك معاك حتى نعرف اش كاين. قولي لي، خرجي لي داك الشيء اللي في دماغك اش كاين. انا ما بغيتوش، بغيت نطلق منه. انا وعمر ما بقات بينا 13. كتبغي المهدي؟ امي كنبغي مهدي، وما غاديش نبقى مع راجل ما كنبغيش، وكاين واحد اخر كنبغي في حياتي. انت كتقلبي تشتي هاد العائله، انت ما غتبردي حتى تصيفطي شي للقبر، شي للسبيطار، شي للحبس. شنو ما بغيتيني نبقى فرد على راسي نعيش مع راجل ما كنبغيش وما كنحملش فيه الشعره؟ مالك انت الاولى ولا الاخرى؟ اسمعي نقول لك، الحب بنيتي كيجي مع العشره. انت راه القلب عندك ما مزقيش، مره حقا غنطاحر على قبل يوسف، مره وليت كنبغي المهدي، غدا واقيلا طلق لي حميد من مرته، بعد غدا تزعطي لي في دريس. اش لا ولي اخويتي راه رانطي. سمعي غنقول لك جوج ديال الكلمات دخليهم لدماغك. عمر هو اللي كاين لك، هو اللي غتبقاي معاه وتولدي معاه الاولاد، وغتبقاي معاه تدفنيه ولا يدفنك، وانا اللي غنتوالاك بنت كرشي. حميد تشرب شي حاجه، شي كافي؟ لا لا شكرا. صافا كيهضر مع خدمه مزيان؟ الحمد لله مزيان. الا خصك شي حاجه انا هنا وردي بالك. لا لا اختك عليا ديما واقف معايا. سي حميد كنبقى ما بين 12 و2 هنايا، وبغيت شي بلاصه نولي نتغدى فيها بلا ما نمشي للدار ونرجع. كاين واحد لاصال هنايا خاوي راه ما كنخدمو، تقدر تغدي فيها؟ شكرا لا لا اختك، وغنزيد نصدعك شويه. قولي شنو خاصك. ماشي مشكل، مره مره نكتب لك ميساج الا ما فهمت شي حاجه نسولك عليها. مرحبا، الا كانت على ود الخدمه. واخا سي حامد، خاصك شي حاجه؟ لا شكرا. جو سوي ديزولي عمر بوغ داكشي اللي وقع. حتى انا كان خاصني نضبط راسي شويه.
بالعكس انت غير خويت قلبي صافي. وانا ما كانش خصني نقول لك الهضره، ما كتقالش. انا وياك اللي مرقين هاد العائله بجوجها عمر، ما عمرنا ما غنتفارقوا. ولا بغينا لها بالصحه الخير خصني تبقى بعيده. مزيان الا بقات في الدار اللي شريتي لها يوم ما مش بدوش صداع. عندك صح، انا غادي نتكلف بهاد القضيه. نتمنى هادي هي ترطب راسها. تمر مادي كبر وتبدل، ونسيمة بقى باغا. شكون خصنا نفرح بيهم؟ اش بالك؟ على البنت ونجي كتعرفي رأيي في مهدي. خلينا نفرح بيهم، خليهم يجربوا، غادي يتفاهموا. جو سوي سيغ كاغي يتفاهموا. عفاك يكون خير ان شاء الله، يكون خير. خص غير تقاد الوقت وترجع كيف كانت. غادي ترجع عمر، دونك اوني انصومبل غادي ترجع. خليك دابا بالك عادي تخدمو هو توريا في الريستو. هي راه كانت غتخدم مع توريا، هذاك الصقع ديال يوسف راجعها في الطريق. كون بغات تخدم توريا وكون خدماتها بوحدها ولا جراتو حتى هو باش تقربهم لعندها وتاكل لهم دماغهم. ولا لا ما عندنا ما نديرو بهاد الخدمه. ولا واه ماشي مليحين عليه سيدي ربي القاد الخدمه يجي يجلس عاوتاني وديري عقلك. دمرني يا خالتي وهلكني في صحتي، شتيها الا كان مع يوسف هلكني وبغى يبزز عليا بنت الشيخه. شوفي يوسف هذاك راه ولدي وانا اللي عارفاه، هاد التقلقه كلها راه ما قلت شي، راه غادي يدور الحركه وغادي يولي حسن من اللي كان. خفت على طيروا لي من يدي، الله ينعل لي ما يحشم. وهي مزوجه ومازال كتقلب على رجال العيالات. شتي انت ولا الشيطان موسوس لك في راسك؟ وديري عقلك بنيتي، ديري عقلك. اييه واخا، والله الا كانت لها الشمكاره الاخرى عبيه ولا بيها. نسيمة بابا خالتك الباشا قالت لي مهدي بغيت يتزوج بك. احسن انا قالت لي على قبل مهدي شي حاجه، ولكن مهدي مازال ما قال لي والو. وانت شنو بالك فهادشي؟ انا بابا لا ديرنيغ ديسيزيون كتبقى ديالك. الا في الزواج لا ديرنيغ ديسيزيون كتبقى لك انت، انتي اللي غتعيشي معاه ماشي انا. مهدي طريف ولد عمي. هادشي ما كافيش، ولكن فيه بزاف ديال الحوايج زوينين وفيه بزاف ديال الحوايج خايبين. انا بابا كنبغي مهدي بوتيتر كيف ما انت كتبغي، والأمنية ديالي نكمل حياتي معاه. مهدي ولد زوين ولكن فيه بزاف ديال الديفوات، واش مستعدة تعيشي معاه حياتك كاملة بهاد الديفوات اللي فيه؟ أنا غادي نحاول معاه حتى يبدل هادوك لي ديفو ديالو، وغادي نصبر معاه حيت عارفة بلي لو فون ديالو زوين. الله يكمل بخير.
merci pour les services rendus et une médaille. Tu cherches un job, bonne chance. Parce que bonne allure. Une mutuelle, adresse-toi au service des vétérans. Maman, je pense que je suis en train de me dire. Le jour suivant, je vais me dire que je suis en train ما عندك فين تمشي حتى عندي لك الحل هادشي الا كان كيهمك بالصحه ديالك والعائله الحل انا عارفه انا غبر من هنا قبل ما نوليو فشي مصيبه الحل هو غادي تزوج نسيمه اش كتخربقي نسيمه ربحها اختي ما كنبغيهاش غادي تبغيها غادي تبغيها وغادي تصدع عليها وغادي تولي تشوف فيها مراتك وحياتك كامله حيت هذا هو الحل اللي عندك مهدي الا بغيتي تبقى العائله مجموعه نيت بحال تنسى شويتك بنت الشيخ باردو بحال تنسى هند اللي طحتي فيها انت وعمك بحال الحلال في الغيص ومحليني معاكم ماما الا تزوجت ناسي ما غنظلمها معايا بقى نشوف هند كل نهار مزيان مزيان تشوف هند كل نهار بحال راني تيقطع لك القلب شويه غادي تولف بهذا الشيء خصك غير شويه ديال الوقت ولدي راك كتشوف بعينيك انت وهند سي امبوسيبل تكونوا بجوج عمك يقدر يمشي فيها دير له خاطر تزوج له بنت وجلس حداها ونيت بحال تبقى حدايا حتى انا عفا ماما انا خايف نبين قد انا وجهه تقفي وتصنت لي ودير مره واحده في حياتك هذاك الشيء اللي كنقول لك انت كتشوفها مهدي راه فين ما تبغي دير شي حاجه كتخرج غير على راسك ما عرفتش انا عارفه وكنعرفها لك كل شيء وما غنبغي لك غير الخير صنت لي تبارك الله على نسيمة عروسة ميرسي تاتا الله يحفظكم وليداتي الله يكمل بخير ديروا عقلكم يكون خير عمي الله يكمل بالخير فاطمة شي تصغري تعافك وهذا هو النار الكبير درنا شي تصور حتى هي سالي ما جيت تصور معنا نوي فاسي شو ضحكة نسيمة مهدي بصحة شكرا فاطمة السلام عليكم اختي السي ادريس ديال الحليم كي داير اخويا لاباس ربي يخليك ديك الخيره ولد الخير جيتي تسول فيا انا وبنيتي ايوا كم عزاز لانتي لاختي هند وقلبي كيتقطع من هادشي اللي وقع وحق الله امين اودي امين كي داير انت كي داير اختي فاطمه كلشي بخير لاباس لاباس فاطمه تعرفني شتا تقتلني علاش اودي اخويا وهي كتخاف بزاف وانت عارف البيت كي داير شي هذاك البات ولا ما سمحت ليها لا انا لا بنتي ما عندها فين ترقد الله ياخذ فيها الحق امنيتها مو عينيها طلق بنتي من راجلها وما زال زايده فيه ما علاش دارت اخطبت نسيمة المهدي ها اولي قولها حتى الدريه الصغيره دخلتيها في المعمعه وانت تشوفي باقا غير زايده فيه انت عاد تصويها لا 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 هذه تسطات اودي ادريس زادت فيه بزاف لا تسطات اخويا هبلت باغا تشد حداها عمر باي طريقه انا ما تيبغيهاش والله يدير لي فيها الخير امين اودي لا انا لا بنتي راه ما نسمحوا لها لا في الدنيا ولا في الاخره هاكم عزاز انت واختي هند اي حاجه تجيتوها التليفون عندك ربي يخليك اخويا ادريس الا وقفت على اي حاجه نعيط لك انت شوف انا راه مره هنا في هذا الدار مره اللي ملي كنقنط انا وهند كنجي نفوج مع الحباب صافي صافي صاف. ما تصيفتش لي ادريس التصويره
وانا غنصيفط عليك، ولكن نطلبك واحد الطليبه تبقى بيناتنا. السلام عليكم. بسلام. لا سليمه ماشي هكا، كنت خدام الليل كامل. الو سي حميد، مالك لاباس؟ ساعات ولا توري سي حميد اللي بغيتي تهضر وتفش قلبك، راه انا ديما كاينه هنا. سرك كبير. انا بغيت لي يفهمني وما غاديش يندم. انا ما عمرني ما غندم، بالعكس غنكون اسعد مره في الدنيا وما قادني فرحه. لهذا الحساب خاصنا نبعدو. خوك راه خدام هنا وسليمه غدا جايه. عندك الحق، خصنا ناخذ راحتنا في الهضره باش ما يبرزتنا حتى شي واحد. اشرب قهوه ديالك. ملي تسالي الخدمه تلقيني كنتسناك. مالكي؟ لا والو، والله الا لقيتيني كنفكر في هذا المهدي والله الا ولد الرضا. ما نزلش كلمه امو الرضا، دار بكلامها وحمر ليها وجهها ومشى خطب بنت سي عمر زعما الله يرضي عليه. والله ما كرهت شي ولد الرضا بحالو تاني يسمع ليا. اش هاد الحلمه جديده حلمتي؟ على تهوي عاد تيقيني، واخا نقول لك حنش تحتك هاكي كذبي تا التصويره. سقي عويناتك زومي. راهو عمر راه الباتو راه العرسان الوسط. بسلامة خيرك. يلا شتيهم؟ يلا تعبقي تنقزي ليا من واحد لواحد. ها يوسف، ها المهدي، ها سمير، ها كريم، ها حميد، ها واللي شارك ما باغاهش. هادي ما عمرو ما بغا يتزوج بنسيمة، هادي ما عمرو ما بغاها. امتى هادشي؟ ويلي واش تي باغا تخرج عليا العقل؟ انت عاد دابا غادي تصولي كيفاش وعلاش وقتاش وامتى؟ الو ضيف عقلي من القلبة، راه مشى تبع الكلام اللي قالت لهم ويمتو خدا بنت سي عمر باش الحصيصات وقعها ديالهم. عرفت علاش ما هاد الخطر كامل؟ مبقيتش عارفة فمن نتيق وفمن ما نتيقش. لا 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 الدنيا كلها خطر. ها عندك كتسوى ما عندك ما كتسواش. علاش امينا كلشي كيضحك عليا؟ حيت انتي ضحكه، انتي كتعطيهم الفرصه فين يضحكوا عليك، واللي ما صاب الضحكه وضحكت سالوا لي محسيفه. انا ماشي ضحكه امي، انا ما بقيتش ضحكه. سير جمع حوايجك، غنجمع حوايجي ونمشيو للدار الجديده. Thank you.
صباح الخير لاله حليمه. صباح الخير استي عمر. اش خبركم؟ ونحمد ربي ونشكره، اللهم لك الحمد. اش خبر هند؟ واهي ما كتاكل ما كتشرب غير كتبكي. لا اله الا الله وصافي. صدعتي وقع سيدي عمر، الله يهدي ما خلق، والله ياخذ الحق في اللي كان حيله وسباب. كبير هذا اللي بغيتي ترجع فيه لدارك. انا غنرجع يا عمر، ولكن غنرجع هند ماشي شي واحده اخرى. انت راك عارفني مزيان علاش كنهضر. نحقك مجيتك عندنا اليوم سيدي عمر على الراس والعين، ولكن بنتي غترجع بشروط، يا يدار ليها العرس يا تامن ليها مستقبلها. داكشي اللي قالت امي عمر هو اللي بغيت ان شاء الله.